انا غنكون معك صريح ونقول لك انا جيت سعيد الاداء اللي دار كازادي كلاعب، وكنبقى مدرب مثل جميع المدربين كنامن بان كاين لاعب اللي ما يعطيش في مجموعه ما كتعنيش بانه ضعيف، ولكن الا مشى لمجموعه ثانيه انا يمكن لو لعبت انا قرب من بديع اوك وبين مترجي وبين هذوك المجموعه تبارك الله ديال الوداد، اكيد ان اللاعب يكون عنده غير شي شويه ديال الامكانيات غادي يعطي اكثر. كتبقى ان كازادي بحال اللي صرحت من قبل، حنا الحكم اللي كنا عليه هو ان في التدريب وقبل من التدريب، لان ملي جينا كان كازادي ملي قلبنا في لي ستاتيستيك لقينا لعب 30 دقيقه، راه ما يمكن اي مدرب يجي ويشوف لاعب لعب 30 دقيقه وغيزعموا يدخلوا في اول مباراه، وبالتالي حتى في التدريب كازادي يمكن كانت النفسيه ديالو مهزوزه شويه كنظن بحكم انه ما كانش كيلعب قبل، فما عطاناش حتى في التدريب واحد العلامه انه كيبين لك بانه مستعد. الانتقال ديالو كان مساله طبيعيه، كيف ما حنا دابا خدينا لاعبين من فرق ثاني اللي نتمناو انهم يكونوا احسن اداء من الفرق اللي كانوا عندهم، وبالتالي كتبقى سنه الحياه في الكره هي هذه. كنتمنى لواحد سعيد ومن تالق لتالق ان شاء الله الرحمن الرحيم.